أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. وأرضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما من هذا الكتاب لا ويقولون يا ويلتنا ما من هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا أفتتخذونه وذريته ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين
شركاء الذين دعوتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سعيا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا عبدا من عبادنا
فلا تسألني عن شيء
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حي على الله أكبر الله